تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في كافة المناطق بخاصة الأشد احتياجاً لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم. المرحلة 22 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحركت قوافلها للمواطنين بالميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفيضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية. هنا أرخص من برا. صراحة ربنا الرئيس بيعمل حاجة حلوة. الله يبارك له. والله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس. الله يجزيه عنا خير والله يبارك له. حاسس بينا وبالشعب. ويا ريته يكتر من الحاجات دي في جميع المناطق المجاورة لينا بالذات خاصة احنا هنا في الفلاحين. بنحتاج حاجات كتير زي كده. الاسعار كويسه والله جدا ورخيصه جدا. يا ريت كده على طول بعيد عن جشع الناس والله. يعني يا ريت كده على طول والله. الرئيس الله يبارك له بجد يعني خفض الحاجه جدا يعني زي ما كانت الاول يعني. الحاجات باسعار زي ما كانت من شهرين ثلاثه نفس السعر يعني الحاجه رخيصه جدا. من ضمن السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره يوجد منها الكثير في الاحياء ذات الطابع الشعبي. لذا تمثل تلك المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. مبادرة كويسة جدا وبنشكر سيادة الرئيس. والأسعار كلها حلوة ورخيصة. الأسعار كده دي كويسة لينا وبنستناها على طول وبنستنى التخفيضات دي دايما وبنستنى المعرض على طول. بيبقى في فرق في الأسعار. امبارح جايبين حاجة بسعر والنهاردة في سعر. في فرق في الأسعار جامد من امبارح للنهاردة. احنا بنجيب حاجة من بره. بتفرق معانا في البيت الأسعار دي. طبعا الأسعار غالية فهي بتفرق معانا في البيت. كل حاجة فيها كويسة. احنا ما بنعرف ان في مبادرة من وزارة الداخلية ومن الرئاسة بنيجي نجري عشان بتفرق معانا كتير قوي في الأسعار. فبأمانة يعني بنشكر وزارة الداخلية والرئيس على اللي هو بيعمله معانا. وحرصت الوزارة بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من كافة الفئات بخاصة الأشد احتياجا، وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. انا مبسوطه جدا. يا ريت واتمنى يعني لو يكون معارض كتير زي كده لان حاجه فيها مخفضه فعلا عن بره بكتير. كما تشارك منظومه امان للمنتجات الغذائيه التابعه لوزاره الداخليه في المبادره من خلال طرح المنتجات في منافذها المنتشره على مستوى الجمهوريه بتخفيضات كبيره للمواطنين. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد. حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهايه. متشكرين يا سعاده الرئيس على اللي انت بتعمله معانا. متشكرين جدا متشكرين جدا 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 والله قويك في اللي انت فيه. في حد ورانا وان في حد بينزل لنا الاسعار وان في يعني محاربه للجشع وللتجار اللي هم بيزودوا الاسعار. وفي اطار مبادره كلنا واحد قامت الوزارة بتوفير عبوات تحتوي سلع مخفض أسعارها للمواطنين قاطني حي الأسمرات في إطار دعم سكان المناطق الحضرية الجديدة. النهاردة يوم حلو إن شاء الله عشان خاطر الرئيس بعت لنا يميش رمضان وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أشكر الرئيس إن هو ما بينساناش دايما وبيساعدنا في كل المناسبات وكل سنة وهو طيب بمناسبة شهر رمضان. وطبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله كل خير. ونتمنى ان هم كمان يهتموا بنا اكتر واكتر ودايما يزورونا بحاجاتهم الجميله دي. فرسان طيبين جميعا. ما بين سلاسل تجاريه وشوادر ومنافذ وقوافل من السيارات تواصل وزاره الداخليه فعاليات مبادره كلنا واحد في مرحلتها 22 لتوفير السلع بكافه انواعها بتخفيضات كبيره لدعم الاسر المصريه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ورفع الاعباء عنهم. دايما هنا شرطة وشعب.